لقنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي. هذه الساعة كتشير ال 11 و6 ديال الدقائق على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. نتمنى أنكم تكونوا على خير دائما وتكونوا صبروا فقطنا دائما مع اختيارات وفقرات متنوعة. كل المستمعات اللي كيصوروا لإعادة إدراج الوصفات غدا إن شاء الله رفقة ليلى أم ياسين غادي تعاود أهم الوصفات والشيوات اللي لقات استحسنكم واللي طلبتوها أننا نعاودوها مباشرة. غادي نمشيو اللحظة للأسبوع المخصص للشيوات المستمعات وغادي تشارك معنا أسبوع بالكامل إن شاء الله من 2 حتى اليوم الخميس بإذن الله. غادي تشارك معنا سناء أمضلان واللي تبارك الله عليها يعني واخا صغيرة في السن ولكن ما شاء الله عليها يعني عندها اقتراحات مميزة جدا وداكشي عندها منظم لا سواء في الاقتراحات ولا في الحلويات ولا في يعني في الكتوبة ديالها فتبارك الله عليها الله يعطيها الصحة. أهلا بك سناء. صباح الخير أخ سناء. صباح النور لاباس عليك. لاباس الحمد لله. كيف صبحتي؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. نتمنى تكون على خير إن شاء الله أنت والأسرة ديالك بالكامل فين ما كانت. كنوجه لهم تحية كبيرة إن شاء الله. اليوم أقترح عليكم جاتو غلاسي بالشوكولا والفاني إن شاء الله. إيه واخا. بالنسبة للطبقة يعني بالنسبة للطبقة ديال الفيتين عندنا 300 غرام بخاليني و150 غرام ديال الفيتين و150 غرام شوكولات أسود ممتاز. هاد إذا سمحتي قلنا الطبقة الأولى ياك قلتي لنا شحال 300 غرام تقريبا 300 غرام ديال البخاليني. البخاليني راه حتى هو كيتباع في عولات. هو انا غنعطي الطريقه ديالو كيفاش كيوجد. و150 غرام ديال الفيتين ايه حتى هو كيتباع. غرام شوكولات اسود ممتاز. بالنسبه للطريقه كندوبو الشوكولات في حمام مريم ايه ونزيد البخاليني ونخلطو الكل جيدا وفي الاخر كنزيد الفيتين وكنخلطو الكل يعني كنخلطو مزيان وكناخدو اطار يعني الاطار عندنا يكون 30 على 40 ايه كنحطوا الاطار ديالنا يعني نمونطيوها في نفس الوقت يعني بلا ما نحتاجوا اننا نقادوها عاد نبداو نهزوها نحولوها كنحطوا الاطار ديالنا وكنخويو هذا الخليط الاول وكنحاولوا نسرحوا بايدينا اذا بدا كيلصق لنا في اليد نحاولوا نقيسوا ايدنا بالماء ونبداو نسرحوا وكندخلوها للمجمد حتى كتجمد. ايه بالنسبه للطريقه ديال البخاليني الناس اللي ما كيعرفوش يصوبوا يعني نفس الكمية ديال اللوز كناخدو إذا خدينا 100 غرام ديال اللوز كنحمروه بقشورو و 100 غرام سكر كلاصي كنطحنوهم و اللوز باقي سخون باش كيعطينا يعني كيعطينا داك البخاليني يعني هو داير بحال أملو تقريبا. إيه كيكون معلق. إيه كيكون معلق. بالنسبة للاموس ديال الشوكولات عندنا 350 غرام ديال لاكخيم باتيسيغ يعني حتى كنصوبو لاكخيم باتيسيغ عاد كنعبرو 350 غرام نقدرو ناخدو بودرة ونزيدو عليها الحليب ونعبروها. اييه واخا. وعندنا 500 غرام ديال لاكخيم فخيش طالعة وعندنا 300 غرام شوكولات أسود ممتاز يعني ملي كنهضر على ممتاز يعني الغيش وثلاثة الأوراق الجيلاتين. بالنسبه للطريقه كنطربوا لا كريم فريش مزيان يعني حتى كتولي لنا شونتيي كنعبروا منها 500 غرام وندوب الشوكولات دماغي وكناخذوا الجيلاتين ديالنا كنقدوها في الماء حتى كتخف في الماء بارد وكنعصروها مزيان ونمشيو وكنعاودوا ناخذوا الكريم باتيسري هي سخونه كنزيدوا عليها الجيلاتين ونخلطوا حتى كتذوب لينا الجيلاتين وكنزيدوا عليها الشوكولات اللي ذوبنا ونزيدو على لا كريم فريش اللي طلعنا وكنحركو من التحت للفوق باش ما كتنزلش لينا لاموس ديالنا وكنخرجو الطبقة اللي درنا في الاول وكنخويو على هاد لاموس ديال الشوكولات وكندخلوها تاني للمجمد. بالنسبة للمرحلة الثانية عندنا لاموس ديال الفاني عندنا 100 غرام ديال لا كريم فريش او حليب يعني سائلة وعندنا 150 غرام كريم باتيسيير وعندنا جوج شاشيات ديال الفاني عندنا 100 غرام كريم فريش طالعة وعندنا 70 غرام شوكولات أبيض ممتاز وعندنا جوج أوراق ديال الجيلاتين. بالنسبة للطريقة كنطوّر كريم فريش وكنرقدو الجيلاتين في الماء البارد حتى كترخف ونعصروها مزيان من الماء كندوبو الشوكولات الأبيض مع 100 غرام ديال الكريم فريش أو الحليب يعني اللي متوفر سائل وكنزيدو عليها الفاني كنخلطو الكل مزيان خارج النار كنزيدو الجيلاتين حتى كدوب. ايه ونخلطو حتى كدوب من الجيلاتين ونديروها يعني كناخدو ونزيدو عليها لا كريم باتيسيير وكنخلطو الكل ونزيد عليهم كريم فريش
اللي طالعه، وديما حنا ملي كنحركو كنحركو من التحت للفوق حتى كيتخلط لنا الكل، وكنصبو عاوتاني على الطبقه ديال لاموس، يعني ما كنخويو حتى كتجمد لينا الطبقه ديال لاموس الشوكولاط، عاد كنخويو على هاد لاموس ديال الفاني ديال الفاني، وكندخلها حتى هي المجمد. بالنسبه للمرحله ديال البلاصاج، يعني المرحله الاخيره عندنا 125 غرام ديال الكريم فريش سائله، و150 غرام ديال الماء، و180 غرام سنيده، و60 غرام رباط الكاكاو المر، وثلاثه الورقات ديال الجيلاتين. عندنا في الكاسونه كنديروا كل هاد العناصر حتى كيغلوا مده 15 دقيقه. واخا تعاودي لنا الكلاصاج الا سمحتي، ربما المستمعات يكونوا كيسجلوا. ان شاء الله. عندنا 125 ديال الكريم فريش، و150 غرام ديال الماء، و180 غرام سنيده، عندنا 60 غرام رباط الكاكاو، وثلاثه الورقات ديال الجيلاتين. كاسرونه يعني في طريقه في كاسرونه كنديروا كل العناصر حتى كتغلى لمده 15 دقيقه، كنزولوها من فوق النار ونزيدوا عليها الوراق ديال الجيلاتين، يعني كنديروا كل شيء الى ورقه ديال الجيلاتين اللي كنكونوا بنفس الطريقه رقدناهم في الماء البارد وعصرناهم. وكنخلطوا الكل ونخليوه حتى يدفى، يعني ما نحاولوش غير كنخلطوا نصوبوا الجيلاتين نخليوها على الكلاص حيت غادي يدوب لينا، كنبقاو كندفيو فيه حتى كيدفى. كيدفى لينا، وكناخذوا هذاك الكاطو كلاصي ديالنا كنخرجوه، بغينا نديروا الكلاصاج على الجوانب كامله نديروها، بغينا نديروه من الفوق غادي نديروه غير من الفوق. كنزولوا الاطار ديالنا، يعني ملي كيجبد لنا كاطو كلاصي كنزولوا الاطار ديالنا، وكنحاولوا نخويو داك الكلاصاج غير بشويه غير بمعلقه، حتى حيت الا جينا خويناها غادي يدوب لينا الكاطو كلاصي، يعني كنحاولوا نخويو بشويه حتى كنخويو عليها كامله، وكندخلوها عاوتاني كتجمد لينا شويه. بالنسبه للتزيين، النوكه اللي كنت انا عطيت في النوكه ديال اللوز هي باش غادي نزينو، غادي نعاود نعطي المقادير ديالها. خلاص سمحتي. عندنا 100 غرام الزبده، 100 غرام سنيده، و100 غرام ديال الجليكوز. في مقلة على نار مهيله كنديرو الزبده والسنيده والجليكوز حتى كيدوبو لينا، وكنزيدو عليهم وخارج النار كنزيدو عليهم 200 غرام ديال اللوز كونكاسي. يعني اللي كنديروها في لي سيليكون ديالنا دائريين، يعني كنت ملي كطيب كنخرجو الكلاصاج ديالنا وكنبداو نثبتو هاديك النوكة في الجناب. في الجناب ديال الكاطو كلاصي، ومن الفوق عندنا اختياري، بغينا اي يعني اللي بغى يدير سمية يعني عنده لانيفارسير ولا شي حاجة، المهم اختياري بالنسبة للتزيين ديالو. انا عطيت النوكة لانها كتجي معاه من كتجي رائعة في الجناب، وإلا ما قدر إلا ما توفرتش النوكة نديرو الشكلاط. التزيين على حسب اللي متوفر. وبالنسبه لهاد الكاطو كلاصي، يعني اللي بغى يدير نص الكميه راه غادي يديرها، كتعطيه اطار صغير، غير هذا الاطار 30 على 40 30 على 40 ولا خدمتي به. واخا بالنسبه نعطي اقتراح ثاني، عندنا كيكه بالعسل. كيكه بالعسل مقادير، عندنا 60 غرام ديال الفورص، 90 غرام ديال الزبده، جوج البيضات، 90 غرام ديال السنيده، معلقه كبيره ديال قشور ديال الليمون، 26 غرام ديال العسل، شويه ديال الملح، 4 غرام ديال خميره الحلوى، 125 غرام ديال اللوز ايفيلي. بالنسبه لطريقه التحضير، كنطربوا البيض مع سنيده الكعك وقبيصه ديال الملح، نزيدوا قشور ديال الليمون محكوكين، ثم كنديروا الزبده دايبه مع العسل، وكنزيد عليهم الدقيق مع الخميره ونخلطوا الكل ونخليوها ترتاح مده نص ساعه في الثلاجه، وكنديروها في لي مود سيليكون اللي هما اوفال، يعني مود سيليكون اوفال، وكنرشوها من الفوق باللوز ايفيل وكندخلوها للفرن. ايه واخا اليوم اقترحت عليكم غير الكيكات. ايه مزيان. ايه بالنسبه للكيكه باللوز وحبيبات الشكلاط، بالنسبه للمقادير عندنا 150 غرام بودره اللوز، و150 غرام شوكولات سكر كلاصي، و150 غرام زبده نوازيت، و 75 غرام ديال الفورص، و 3 ديال ابيض البيض، وجوج فاني، وراس معلقه الخميره ديال الحلوى، يعني غير شويه، قبيصه ديال الملح، وجوج معالق كبار ديال حبوب الشوكولاط. بالنسبه للتزيين عندنا شوكولاط اسود. طريقه التحضير، كنطربوا ابيض البيض مع قبصه الملح حتى كيولي بحال الثلج، وكنزيدوا عليه كاع النواشف غير كنغربلو، يعني النواشف مغربله، ونحركو من تحت للفوق، وكنزيدو عليهم الزبدة نوازيت باردة، يعني كنخليوها حتى كتبرد،
ونخلطوا الكل جيدا ونزيدوا عليهم حبوب ديال الشوكولاط ونخليوهم يرتاحوا ليله كامله في الثلاجه ونديروهم في السيليكون على شكل ورده ولا يعني اي سيليكون هو متوفر عندنا كنديروهم فيهم. ملي يطيب كنزولوها من السيليكون كان بطبيعه الحال كنطفوا المول ديالنا وهذا وكنعاودوا نصبوا فيها الشوكولاط السيليكون وكنرجعوا للكيكه ديالنا. واخا الصحبه كتبرد وكنزولها. بالنسبه لي مادلين عندي 4 البيضات 100 غرام سنيده 200 غرام زبده 4 ديال البيضات وشحال سنيده 200 غرام سنيده و 200 غرام زبده و 200 غرام دقيق وخماره ونص. واخا تعاودي لنا المقادير الا سمحتي. اييه 4 البيضات 4 البيضات و 200 غرام عندنا سنيده 200 غرام زبده 200 غرام دقيق عندنا خماره ونص وشويه ديال الملحه ونسمع على حسب الاختيار اي نسمه متوفره عندنا نقدروا نستعملوها. بالنسبه للتزيين عندنا شوكولاتة اسود وشوكولاتة ابيض. بالنسبه للطريقه كنخلطوا ابيض كنخلطوا البيض مع سنيده الطراب يعني كنطلعوهم مزيان وكنزيدوا عليهم الدقيق والخميره مغربلين ونخلطوا من تحت للفوق ونزيدوا الزبده ونخلطوا الكل ونخليوها ترتاح مده نصف ساعه اييه الثلاجه ونعمروا بهم المولد السيليكون ديال لي مادلين ندخلوهم الفرن اللي يطيبوا كنزولوهم من السيليكون وكنعاودوا ندخلو السيليكون ديالنا وكنديروا الشكلاط ونرجعوا لي مادلين اييه وكنخليوها حتى كتبرد ونقدموها بالصحه والراحه ونتمنى ان شاء الله المستمعات يكونوا استفدوا. اكيد المستمعات يكونوا استفدوا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سناء والتقيوا بك غدا ان شاء الله.